ده اسمه مسجد الناصر جوه القلعة برضو. بصوا الجمال، السقف حلو قوي على فكرة، السقف خشب بس مش باين للأسف، مفيش إضاءة هنا. بصوا قديم قوي ازاي، بصوا الحيطان كانت جميلة قوي، اكيد في عهده كان ايه، كان رائع. وباين اثار الوان الشمس، وباين اثار الوان، شايفين الشبابيك اثار الوان الخشب، بس طبعا مع الزمن الحجارة باظت اتحللت والخشب، وتقريبا كان فيه كمان عاج وصدف، يعني بواقي حاجات كده، بس جميلة على فكرة، جميلة قوي ما شاء الله. السقف هنا كله خشب. المسجد ده لوحده حكاية، كنت عايزة اوريكم محكى القلعة بس مقفول عشان الترميمات. شايفين العقود دي، العقود دي زمان دي كانت مفتوحة عشان يدخلها هوا وشمس وكل حاجة، وكانوا حاطين هنا، بصوا بصوا باين في العقود ايه، كانوا بيحطوا خشب من البوص عشان يدوروا، البوص بيبقى سهل ان هو يتدور، كانوا يدوروه بنفس المقاسات مظبوطة. لكن بقى في تكنولوجيا زي دلوقتي ولا مقاييس زي دلوقتي ولا حاجة، البوس كان بيتبل في مية ويبقى طري كده، يعملوا منه العقود دي، وبعد كده بالطين اللبن والحجارة، الحجارة من تحت والطوب اللبن من فوق والطين. نفسي اوريكم السقف، ايوه ابتدى يظهر، شايفين معمول شكل سداسي او سوماني، سوماني تقريبا. الخشب ابتدى يتحلل شوية، بص معمولة للتهوية، فتحات من فوق ازاي تدخل الهواء من يمين وشمال، والمشكوات الجميلة دي، شايفين الجمال والرقة، والله زمان كانوا فنانين. بصوا العروق الخشب دي أساتذة عمارة، أساتذة عمارة، العمارة الإسلامية دي أساس العمارة في العالم كله. شايفين الجمال، ده اسمه مسجد الناصر عشان اللي يجي يدخل هنا ما ينساش. هم كانوا متأثرين بالفترة الرومانية والبطلمية ما كانت في مصر، فالعمدان معمولة على الشكل ده، شايفين تاج العمود عامل ازاي. الزهرة دي اسمها زهرة الأقنطس، احنا درسناها في الكلية اسمها كده، زهرة رومانية. ولو لاحظتوا معايا، شايفين العمود ده والعمود المقابل ليه مختلفين تماما في الشكل، ده شكل وده شكل مختلف تماما، دليل، والتاني شكل، يعني تلات اشكال هم، دليل على ان في كان حد بيفهم. يعني المكان ده عايز حكاية، ده لوحده يوم، مكان يقام فيه الصلاة فعلا، يعني صلاة الجمعة هنا ممكن نصلي، بس انا مش عارفة هنا في سيدات بتصلي ولا لا، لان المكان مفتوح. بصوا صحن المسجد مكشوف اهو، معمول للهوا، هوا وشمس. الجمال بقى اللي انا هجيلكوا اوريهولكوا دلوقتي، منتهى الجمال والرقة. المشكوات دي كان بيتحط فيها زمان زيت، زيت من نوع معين هو اللي كان بينور، طبعا وقت الصلاة بس مش طول الوقت. المساجد زمان غير دلوقتي، المساجد زمان مكان لتجمع المسلمين، يقعدوا بيحكوا في حكاويهم، يحكوا في، يتقابلوا ان كان في مشكله يحلوها او اي حاجه. دلوقتي المسجد للصلاه بس، واللي عنده مشكله يقعد على الكافيه. ما علينا، بصوا الشبابيك، شايفين الحفر اللي عليها، شايفين الدقه، كانوا بيقفوا برضو زمان على سقالات وكده، بس كان في اتقان. كل ده حجاره، شايفين دورين مبنيين من الحجاره، ومعمول العروق الخشب دي والعمدان شايلة العقود دي اللي هي شايلة السقف. احنا بمثابة مثلا
تلت ادوار او اربع ادوار في زماننا دلوقتي. انا مش قادره اقول لكم ارتفاعه قد ايه بالظبط، بس هو رعب. بصوا الارض، الارض حجر. بصراحه انا استمتعت جدا بالنزول النهارده جدا، الحمد لله. يمكن كان سبب ان انا اجي هنا علشان الندوه، بس بصراحه انا كنت مبسوطه بغض النظر عن الندوه، بس انا كنت سعيده فعلا. في ناس بتصور زينا. بصوا السقوفة، ركزوا شوية فيها كده. شايفين الجمل؟ شايفين جمال السقف؟ شايفين المشكوات؟ والمشكوات دي مكتوب عليها إزاز ومكتوب عليها خطوط عربية، ممكن تكون أبيات من الشعر، ممكن تكون قرآن كريم، ممكن أقوال مقصورة، أنا مش عارفة، أنا ما بعرفش أقرأ الخط ده، سامحوني واعذروا جهلي بقى. شايفين السقف؟ هحاول ان شاء الله اجيب لكم مساجد كتيره في القاهره، ده المتاح عندي اللي ممكن ادخله يعني. هوريكم مساجد من المساجد الاثريه القديمه، نبعد بقى عن المساجد بتاعت دلوقتي اللي هي ما فيهاش غير رخام وتكييفات ومش عارفه ايه وكلام فاضي ملهاش اي فن، اللي هو الزق والطع. العمدان دي واضح انها جديده لانها مستحدثه، لان فيها عك شويه غير العمدان الاصليه. بصوا العمدان الاصليه رفيعه كده وسمباتيك، العمدان دي معموله مستحدثه. تعالوا بقى اتفرجوا فيها عمودين لفت انتباهي. شايفين الواضح ان العمدان من الرخام، ده رخام، رخام بس قديم وتقريبا مشقق ومحتاج ترميمات، هياخدوه في المرحلة الجاية في الترميم. هما شغالين ما شاء الله على قدم وساق يعني. اللي يجي القاهرة لازم يزور المتحف، المتاحف جوه قلعة صلاح الدين، ويزور المساجد، مسجد الناصر ومسجد محمد علي ومسجد الناصر محمد علي، وفي محكى القلعة روعة ما يفوتكوش. شوفوا اتقان العمارة، لكن في زمان بقى أجهزة زي دلوقتي ولا مساحين ولا الكلام ده. بصوا كان تقريبا الواضح ان فوق في مكان للنساء، ولا انا اللي متهيألي؟ لا الواضح ان انا دي بقى متهيألي. هنا في مقياس للساعة، بس أنا مش عارفة هو راح فين. كان في مقياس للساعة كانوا بيعرفوا مين. أيوة زي الحاجة زي المظاريب كده يعني، حاجة كده زي اللي في المسجد الحرام عند الكعبة. فوق الكعبة في زي مزراب كده اللي فوق الكعبة ده، علشان نعرف منه توقيت الساعة. اللي فوق بالأعلى ده نعرف منه توقيت الساعة، انعكاس الشمس عليه بيدينا توقيت معين، عارفين هو الانعكاس ده الزاوية كذا هتبقى الساعة كذا، الزاوية كذا تبقى الساعة كذا، عشان بس يعرفوا وقت الساعات وتوقيتات الصلاة. انا عايزة برضو اقول على العمدان، بصوا العمود اللي هنا ده، العمود اللي هنا على الشمال مختلف تماما عن اليمين، عشان تعرفوا فعلا ان كان في فن. لا ولا هو، والله هو شكله مختلف. لا مختلف فعلا، مختلف، ممكن عوامل التحرية محدش عارف. دي بقى العمود ده مستحدث، مستحدث مش مستحدث قوي. تاج العمود ده في شوية من العصر القبطي، الفن القبطي، لان الفن القبطي كانوا بيعملوا تاج العمود بالزخارف دي، لكن ده روماني، ده روماني. اللي هنا على الشمال روماني، اللي على اليمين ده من العصر القبطي، ده احدث شوية. شايفين المكان قد ايه جميل؟ انا ما قلتلكوش المحراب اجمل حاجة هنا في المكان ده، المحراب. تعالوا نشوف المحراب، بس
في ناس واقفين. ده جزء من المحراب، شايفين الرخام وحفر الرخام. طبعا ده حفر يدوي، مفيش ليزر ولا حاجة، والتقطيع بالظبط بالظبط. واللي فوق ده رخام، واللي في النص اللي بيلمع ده صدف، صدف أصلي. وشايفين الزخرفة، شايفين الدقة، رخام ألوان. شايفين الجمال؟ ده المنبر بتاع المؤذن، صلى الله عليه وسلم. بصوا الجمال، بصوا الشغل، ما فيش شغل دلوقتي زي ده. سامحوني لان في المكان ده انا مش لوحدي، انا لو قربت هتشوفوا الجمال اكتر. شايفين ده حفر خشب، ده خشب. شايفين الدقة، شايفين بالنسبة لصباعي قد ايه، شايفين يعني دقيق جدا. شايفين ده، ده عاج، الابيض ده كله عاج. ده من خشب اسمه استندل، ده على حسب ما كان جدي الله يرحمه كان بيقول، بيقول لما كان يجي عليه الشمس بيعمل ريحة حلوة. هنا هنا لو حد أذن في مكان صدى الصوت في المرتفعات دي بيطلع. ادي المنبر، شايفين الجمل، شايفين اللي فوق ده المحراب برضو اللي هو فيه الله من فوق خالص، ده اتجاه القبلة. وشايفين حفر الرخام، وشايفين الحفر على الرخام والعمدان بتركبها ازاي. يعني حتى ترميم الآثار مش زي القديم خالص. شايفين الجمل اللي بيلمع ده، اسمه صدف، صدف من المحار بتاع اللؤلؤ، اللي مش عارف يعني الصدف. بص الكتابات، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله والذين معه. انا مش عايزه، مش عارفه اقرا الخط، مش عارفه هو اسمه الثلث ولا ايه، علشان بس ما اتلخبطش. بس هو جميل جدا، هو ده اللي انا عرفت اقراه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هفسحكم معايا في حتت كتير في القاهره، اوعدكم بده ان شاء الله. شايفين الجمال، شايفين العمود، شايفين الرئة والشياكة، شايفين قطع الرخام اللي فوق ده مقطعه بالظبط، يعني عاشق ومعشوق بالظبط. أبيض وأحمر وأسود، ده جرانيت. الأحمر والأسود ده جرانيت، الأبيض كرارة. بصوا المأذنة بتاعت المحراب، شوف الباب، ده الباب، وده السلم اللي كان بيطلعه المؤذن ده وقت صلاة الجمعة بس عشان خطبة الجمعة. شايفين الباب، لو اقرب لكم يعني مش قادرة اقول قد ايه جميل. شايفين ابتدت افواج المدارس وابتدت الدوشه. خدوا بالكم ان الجزء اليمين مختلف عن الشمال. بصوا المحراب، احنا قلنا يمين شمال. بصوا بعد المنبر، المنبر ده هما كانوا عاملين الحيطه من الاول كده، وبعد كده عملوا المنبر. بصوا اللي بعده، يا بنات في حد نسي الكاب.
عدي بس يا جميل، عايزة اصور. أشوفكم على خير إن شاء الله في فسحة جديدة. السلام عليكم.